قدري بتاكل نعمل شهيق. يلا هيا شهيق زفير شهيق زفير. استريحوا. الآن يا طلاب سوف نطبق ما درسناه عن موضوع الرئتين بهذه الأنشطة. اكتب المفردة الصحيحة تحت كل صورة. عندك ثلاث صور، وعندنا الشهيق، الرئتان، الزفير. يلا يا تفضلي. الصورة الأولى ماذا تمثل؟ أي عملية تثي عليها؟ الشهيق. يلا أحسنتي. تصفيق. يلا بنتي الصورة الثانية ماذا تمثل؟ أمامك هذه الصورة، ماذا تمثل؟ وأمامك الكلمات، اختاري لك كلمة. وظيفة الرئتين، ما هي وظيفة الرئتين؟ ماذا يسمى خروج الهواء من الرئتين؟ خروج الهواء. أحسنتي، ممتاز، تصفير. وأيهما أكبر، حجم الرئة عند حدوث الشهيق أم عند حدوث الزفير؟ واختاري. ممتاز، أحسنتي، تصفيق. والسؤال الأخير يا زين، تفضل يا زين. ما وظيفة الرئتين؟ ممتاز، أحسن، تصفيق. إذا الآن تعلمنا أن وظيفة الرئتين هي التنفس، والتنفس تشمل عملية الشهيق والزفير. كلتنا سواء. ما هي عملية الشهيق؟ دخول الهواء إلى الرئتين عن طريق الأنف. وما هي عملية الزفير؟ خروج الهواء من الرئتين عن طريق الأنف. ممتاز، أحسنتم يا شطار. انتهى درسنا لهذا اليوم.